في صد كبير لكل ما يثير النعارات القبلية أو ما يهدد أمن المملكة العربية السعودية من الخارج أو الداخل، تقف وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة كدرع حصين لهذا الوطن، وبخطواتها وضرباتها الاستباقية التي كان لها عظيم الأثر في استئصال الأفكار التي من شأنها أن تهوي بكل من اقتنع بها إلى منحنى ظلامي لا يحمد عقباه. ومن ضمن النتائج الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة القبض على 24 شخصا أثار النعارات القبلية، و22 شخصا آخرين انتشرت لهم مقاطع تمس أمن الدولة. ويبقى الشعار الأكبر: كلنا وبصوت الأمن والأمان سنظل جنبا إلى جنب مع دولة اتخذت من الحرص على استقرار أمن المملكة منهجا ومن سلامة الفكر دستورا لا تغيره رياح المتربصين بأمن الوطن.